اظنه خبر حلو ان كنت في حته انا مش فاهمها، بس هو واضح ان الخبر حلو. يعني أم يبقى في حاجة اسمها استراتيجية لكذا، بعرف ان احنا مقبلين على شيء مبهر ومبهج وشديد الإفادة. النهاردة وزير الاتصالات دكتور عمرو طلعت شهد فعاليات اطلاق استراتيجية مصر الرقمية لصناعة التعهيد. هي كلمة التعهيد دي اللي انا مش عارف. طيب دي بمشاركة اكتر من 120 شركة عالمية ومحلية، كان عبر الفيديو كونفرنس. وهذه الاستراتيجية بتستهدف مضاعفة حجم الصادرات من منتجات وخدمات تكنولوجية او خدمة تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود بحوالي 3 أضعافها، وتقديم حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية مصر في مجالات البحث والتطوير وخدمات القيمة المضافة. ده يا جماعة بيساهم في إيه؟ في تسريع نمو اقتصاد المعرفة. فاكرين من أسبوعين قلت لكم العالم يسير قدما في حاجة اسمها اقتصاد المعرفة. خلونا ناخد معانا على التليفون معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أهلا بيك يا دكتور. اهلا يا فندم، مساء الخير واشكرك على الضيافه الكريمه. لا يا فندم، كل التحيه والاحترام، منورنا دايما. هو استفسار صغير، يعني ايه التعهيد يا دكتور؟ معلش اعذرني. التعهيد يا فندم بالعكس سؤال ممتاز نبدا به الحوار. هو التعهيد ان تعهد شركه في دوله الى دوله اخرى ببعض الخدمات او المشروعات التي تطلع بها، بمعنى ان انا عندي شركه عالميه تيجي تقيم مركز في مصر، تعين فيه متخصصين في فرع من فروع مثلا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن خلال هذا الفرع تنفذ مشروعات في دولة أخرى غير مصر. يبقى احنا كده بنصدر خدمات رقمية من مصر إلى خارج مصر من خلال شركة بتعهد لنا ببعض أعمالها، يعني بتوكلنا في بعض أعمالها. حلو جدا. النهارده الفيديو كونفرنس ده كان بيضم 120 شركه؟ تمام، كان اكثر من 120 شركه الحقيقه من مختلف دول العالم. الحقيقه هو الموضوع بدا من انه الشركات العالميه بدات تلحظ يعني التركيز الشديد والنمو في عدد المتخصصين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السنوات الاخيره، نظرا للتوسع الشديد الذي انتهجناه في البرامج التدريبية من حيث كثرتها وتنوعها وتنوع خصصتها وزيادة عدد المستهدفين بها. يعني عشان أدي لحضرتك فكرة بالأرقام، احنا في خلال 3 سنين ضاعفنا موازنة التدريب في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 50 مليون إلى 1.1 مليار، يعني ضاعفناها 22 ضعف في 3 سنين. هايل هايل هايل. وضعفنا عدد الشباب المستهدف بالتدريب من 4000 في السنة إلى 200000 في السنة، يعني ضعفناه 50 ضعف. عظيم. هذه الأرقام المراقبين في الأسواق العالمية بيرقبوها في كل دول العالم، فهو لقى إن عند سيادتك قاعدة من المهنيين يمكن إنه يستفيد بيها. من هنا لما أعلننا إن إحنا نعلن عن استراتيجية جديدة للتعهيد فيها حوافز للشركات العالمية اللي يعني بتفكر تيجي تقيم مراكز في مصر، للحوافز للتصدير، حوافز في مختلف أنواع المصروفات المتعلقة بهذا، لقينا هذه الاستجابة يعني بالفعل. طبعا عشان ظروف الجائحة وقيود السفر قررنا نعملها من خلال تقنية الفيديو كونفرنس. أكثر من 120 شركة كانت حاضرة، يعني مؤتمر استمر أو عرض استمر أكثر من ساعتين، عرضنا فيه جوانب استراتيجية زملائي وأنا مختلف الحوافز التي نقدمها لاستخدام هذه الشركات وتشجيعها. طب ده كلام عظيم جدا. طب دكتور، يمكن الكلام زي ما يقولوا كده يجيب بعضه، واحنا بنتكلم في هذا الموضوع يمكن انا كنت حتى امبارح او اول امبارح بتكلم على مصنع الفايبر اوبتكس المصري. ده بيخليني بسال، احنا امتى او هل في البايب لاين ان احنا هيبقى في عندنا سيليكون فالي المصري؟ هو بالفعل يعني احنا بنخطط ل تجمعات لتخصصات مختلفه
في مجال اتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ممكن تكون نواه لما تسميه يعني سيليكون فالي، مش طبعا بحجم سيليكون فالي يعني. يعني مثلا احنا في مدينه المعرفه في العاصمه الاداريه الجديده بنقيم تجمع للشركات المتخصصه في التصميم الالكتروني، تصميم الدوائر الالكترونيه. هذا التخصص اخترناه ليه؟ لانه القيمه فيه عاليه، ده جزء مهم جدا في عمليه التصنيع الالكتروني، تصميم الدوائر، لانه لدينا في مصر قاعده جيده من الشركات العامله في هذا المجال المتخصصه فيه، يمكن ان نبني عليها ونطورها وننميها. فشعرنا انه لو جمعنا هذه الشركات في مكان واحد ووفرنا لها معامل حديثه ووفرنا لها تقنيات من خلال شركات عالميه تيجي ايضا في هذا المكان، هتنمي الشركات المحليه وهتساعدها على انها تتطور اكثر وتتوسع اكثر. النهارده بنتكلم على حوالي اكثر من 25 شركه تبقى موجوده في هذا المجمع، تشتغل مع بعض، تتعاون مع بعض. عندنا اكثر من 5 معامل يعني على احدث تقنيات هنوفرها لهذه الشركات انها تستعملها في تطوير تصميماتها وتحسينها. هنوفر دورات تدريبيه للعاملين في هذه الشركات بحيث نخلق من هذا التجمع يعني نواه لصناعه مهمه زي صناعه التصميم الالكتروني. طيب يمكن يا دكتور هنا تجدر برضو الملاحظه، ليه دكتور عمرو طلعت قال مش بحجم سيليكون فالي؟ انا عارف ان احنا عندنا عقول مذهله وعندي قدرات كمان على الاستمرار في انتاج هذه العقول، ويمكن كنت قريت في اكتر من مره انه قدرات البروجرامرز والمصممين المصريين قدرات عاليه جدا ومنافسين على مستوى العالم، يعني بيلعبوا في الـ5 مراكز الاولى لو صح التعبير بهذا الشكل. ليه ما اعملش حاجه بحجم سيليكون فالي طالما ان انا كمان عندي قدره تنافسيه عاليه؟ المساله بتاخد وقت وهي خبرات تراكميه. حلو. وخبرات في يعني مختلف تخصصات واطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويعني محتاجه ان احنا نبدا بس بدايه مؤسسه على يعني منهج علمي مظبوط، ونبدا بتخصصات احنا نرى ان ممكن يكون في لنا فيها قيمه تنافسيه وقدره تنافسيه عاليه ونتعمق فيها ونتخصص فيها ونتوسع فيها، ثم نبدا في التوسع اكثر واكثر. لا يمكن انك تبدا بكل حاجه والا يعني هيبقى فرص النجاح محدوده. طب سؤال دايما بيجي في بالي، مش بالضروره يكون منطقي بس هو بيجي في بالي بصراحه، هل احنا ممكن نقدر نخش في منافسه مع الهند على تصنيع المايكروتشيبس ولا لا؟ لا. ليه؟ حاليا لا، لانه هو بدا قبلنا بسنوات طويله، فخلينا يعني نتكلم بشكل علمي وواقعي. انا عايز اتعاون معاه، انا مش عايز نفسه، انا عايز اتعاون معاه. هو عنده تصنيع، انا عندي تصميم، فانا ممكن اصمم وبعدين هو يصنع. حلو جدا. طب ممكن يصنع عندي؟ فالشطاره ان انا اتكامل وياه. هل ممكن يصنع عندي؟ حاليا التصنيع قائم على اقتصاد الكميات. أوه. وهو عنده سوق ضخم جدا بيساعده على ان هو اللي يعني بقصده انه لو صنع عندي هيبقى قدرته على تصدير منتجه او منتجنا المشترك في الحاله اللي زي كده لاوروبا هيبقى قدره واسعه جدا، لانه طريق التجاره هيبقى اقصر وبالتالي التكلفه هتبقى اقل الى اخره يعني. صحيح. بس هو التصميم، عشان كده ارجع للتصميم، لان هو تصميم مكون اساسي في التصنيع طبعا، فهو المكون الاكثر قيمه، عشان كده ده اللي احنا مركزين عليه، لانه مكون اكثر قيمه. دخولنا فيه يعتمد على الابداع البشري، والابداع البشري موجود الحمد لله لدينا، عايزين ننميه ونعمقه علشان ناخد حصه يعني لا عادله بأس من هذا السوق. صحيح. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر معالي الوزير الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.